السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنتناول يونت 8، ملخص عنه، لمين فيه الكلمات والحاجات المهمة والباراجرافات الخاصة بيونت 8. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة عندي كلمة فود، يعني أطعمة، درينكس مشروبات. عندي كمان حاجات مهمة قوي لازم نحفظها، لأن دي بتبقى جايلنا في الأسئلة الاختياري. بيقول لي a packet of. a packet of يعني عبوة، يعني الحاجة دي متغلفة في عبوة واحدة. زي ايه؟ زي cookies. a packet of cookies. a packet of candies يعني عبوة من البسكويت، عبوة من الحلوة. طيب عندي هنا a bottle of، زجاجة من water. a bottle of water، زجاجة من المية. a bottle of ليمونات، زجاجة من الليمون. a bottle of milk، زجاجة من اللبن. a bar of. a bar of يعني قالب من قالب of chocolate. a bar of soup أو صابون. طيب عندي كمان a slice of، يعني شريحة من، وبتبقى في الغالب أخذة زي شبه قطعة ايه، الجبنة، المثلثات، فاسمها ايه، cake. a slice of كيك، شريحة من الكيكة. a slice of meat، شريحة من اللحم. a slice of pizza، شريحة من البيتزا. طيب a carton of. a carton of juice، احنا عارفين ان في بعض العصائر بتبقى في ازايز، وبعض العصائر بتبقى مغلفة في ايه، في عبوة من الكرتون. فهنا اللي متغلفة في عبوة من الكرتون بنقول عليها a carton of juice. a carton of milk يعني عبوة من الكرتون، من العصير او من اللبن. a piece of قطعة. a piece of cheese قطعة من الجبن. a piece of bread قطعة من الخبز. كلمة المهمة برضو اللي معنا في الوحدة زي كلمة party يعني حفلة. thirsty. thirsty عطشان. only فقط. eat طبعا تصريف الأفعال في زمن الماضي، دي حفظ ما فيش كلام، لأن دي أساسيات الإنجليش بعد كده إن شاء الله. عندي eat الماضي منها ate. think. thought. drink. drank. ناخد بالنا من التغيير اللي بيحصل. الاي بقت ايه هنا. طيب have هتبقى had. عندي have fun يعني استمتع. what's the matter. what's the matter ما الامر. feel well يشعر بحالة جيدة. look a bit green، ودي مهمة ان بتيجي في الاسئلة الاختياري. look a bit green اللي هي بتساوي كلمة sick، مريض. dear عزيزي او عزيزتي. terrible حاجة فظيعة بس سيئة، يعني ما هيش فظيعة حلوة، لا دي فظيعة وسيئة كمان. terrible يعني ايه، سيئة يعني بتسوي كلمة حاجة very very bad. طيب fun يعني ممتع. party حفلة. thank you شكرا لك. I don't feel well لا أشعر بحالة جيدة. I don't feel well. too much كثيرا جدا. anything أي شيء. else آخر. some يعني بعض. is that all. is that all هو ده كل حاجة، ده كل حاجة انت عايز تقولها لي يعني. is that all هل هذا كل شيء. طيب horrible. horrible يعني حاجة فظيعة. طيب slice يعني يقطع، لما بتجينا كverb. طيب وslice بتيجي معناها شريحة لما بتيجي كnoun اسم. طيب عندي كمان lesson 2 بيبدأ يقول لي ان انا عندي قصيدة، فالقصيدة دي بتختم دايما بحروف معينة في السطر الأول، هي في السطر الثاني في السطر الثالث، لما تتختم بنفس الحروف بتبقى اسمها القافية. طيب عندي هنا blue يعني أزرق. to يعني أيضا. عندي كمان song أغنية. long طويل هنا المقصود اللي هي ng هذه قافية، لما يكون سطر منتهي بإن جي والسطر اللي بعده منتهي بإن جي يبقى دي قافية، الاثنين منتهيين بنفس ايه الحروف. طيب عندي أبوم يعني قصيدة شعر. عندي أكتوبيوس أخطبوط. جيلي فيش أمديل البحر. تريب رحلة قصيرة. بيتش شاطئ. هيلسي صحي. دش طبق. ثيك مريض. ميل وجبة. فيل الماضي منها فيلت معناها يشعر. سينج الماضي منها سانج يغني. كاتش الماضي منها كوت ليمسك. اداي تو ريممبر
يوم للذكرى، ويك اند عطلة نهاية الأسبوع، swim الماضي منها swam، see الماضي منها saw. طيب عندي is الماضي منها was، buy bought give gave write wrote، دي كلها الماضي لازم بيتحفظ تماما، بتبقى زي اسمك. طب عندي desert حلوة، مختلفة عن desert الصحراء بأن هنا في دبل اسم. عندي yogurt زبادي، deep عميق، a day يوم، remember يتذكر، soon قريبا، text النص، summarize يعني لخص، ودي دايما بتجينا في سؤال قطعة الفهم يقولك summarize، ويطلب بقى انهي فقرة اللي انت تلخصها، او يقولك على الفقرة كلها، او يقولك لو هي باراجرافين مقسمة لباراجراف هيبقى مقسمة لباراجراف الاول ولا الباراجراف التاني، يبقى عايز يلخص انهي. early يعني مبكرا، again مرة اخرى، frozen مجمد، meal وجبة، go الماضي منها went، طيب forget الماضي منها forgot، cut بتبقى هي هيها، come came من الاو بقت ايه، say said، run ran، make made، fly flew. طب تعالوا ندخل في lesson 3. بيقول لي عيد الفطر يعني عيد الفطر، شم النسيم يعني شم النسيم، كوبيتك استر اللي هو عيد الفصح، إيه عندي اسلامك مانس اللي هو شهر هجري، عيد مبارك اللي هي عيد مبارك، مسلم ناتس المكسرات او الفول السوداني بتيجي بالمعنيين، فيستيفال احتفال العيد، ديليشس لذيذ، شوال اللي هو شهر شوال، رمضان شهر رمضان، ديورينج اثناء، زداي اليوم، هاني عسل، بكري المخبز، دو بيتر يؤدي بشكل افضل، كحك يعني كحك، موسك يعني مسجد، رمضان يعني رمضان، ديورينج اثناء، درينك الماضي منها درانك اللي اتحولت لايه، سبند دي تتحول لتي بقت سبنت. طيب عندي كمان say said think thought. طيب عندي عيد الفطر يعني عيد الفطر، عيد happens in the first، الجمل دي تتحفظ لان بتيجي اختياري، يقول ايه ان عيد happens بيحدث in the first day في اول يوم of 10th islamic month من الشهر العاشر الاسلامي، called شوال اسمه ايه شوال. people go to the mosque الناس بتذهب للجامع، ودي جمل بتتحفظ عشان برضو الباراجراف لو قال اتكلمي عن العيد فاكتب people go to the mosque. طيب عيد الفطر is a muslim festival هو احتفال او عيد اسلامي، exchanging gifts تبادل الهدايا، eating sweets بتناول الحلويات، a time to help other وقت لمساعدة other people لمساعدة الناس الاخرى، families عائلتهم، celebrate يحتفل. عندي بقى بالنسبة للدرسين الرابع والخامس من نفس الوحدة، عندي كلمات مهمة زي great grandma والدة الجدة يعني جدة الجدة. طيب had fun يعني استمتع، come together يجتمعون سويا، party حفلة، huge ضخم، christmas عيد الكريسماس، christmas tree شجرة الكريسماس، aunt العمة او الخالة، cousins اولاد العم، انكل عم او خال، كانتريز دول، كانتري دولة. لكن لو جاء قبلها ذا كانتري او ذا كانتري سايد في اولها او في اخرها اصبحت ريف. طيب عندي ذا كانتري سايد يعني ريف. طيب ران الماضي منها ران، ايت ايت، سينج سانج، رحلة خلوية يعني ايه رحلة خلوية؟ قال يعني بيكنيك، بيكنيك دي اللي هي لما اكون راحة في حديقة وافرش مثلا اي مفرش ونقعد ناكل عليها، فده اسمها رحلة خلوية يعني في الطبيعة. ميت يعني لحم، فش سمك، كوكيز اللي هو بسكوت، ثرو يرمي او يقذف الماضي منها ثرو، وول يعني كل، هاف الماضي منها هاد، هاز برضو الماضي منها هاد. ميني كانتريز يعني كثير من الدول، جرين اللي هو اللون الاخضر، نيو لايف حياة جديدة، ديكوريت يزين، كالرد بولز الكرات الملونة، ستارز نجوم، لايتس اضواء، سوشيال ستاديز دراسات اجتماعية، فيستيفالز احتفالات، سبيشيال داي يوم مميز، ناشونال قومي. طيب تعالوا بقى نشوف الباراجرافات.
باراجرافات عندي بيقول لي اتكلمي عن a trip to the sea رحلة للبحر، أو a day in Alexandria يوم أو رحلة في الإسكندرية، أو يقول لي a day on the beach يوم في على أو على الشاطئ. هنقول إيه؟ هنقول طبعا yesterday بالأمس، هنبدأ نتكلم بقى كل زمان ماضي. I went to، ذهبت إلى الإسكندرية ألكسندريا. I went with my family، ذهبت مع أسرتي. We went by bus، ذهبنا بأتوبيس. We went to the beach، ذهبنا للشاطئ. I swam in the water، سبحت في المية. I played on the beach، لعبت على الشاطئ. With my family، مع أسرتي. It was a nice day، كان يوم جميل. We had fun، واستمتعنا. الباراجراف الثاني بيكلمني عن your visit to your grandparents، اللي هي زيارتك لأجدادك، أو يقول لي كلمي عن a special day، عن يوم مميز. هنقول إيه؟ هنقول yesterday I went to my grandparents، ذهبت بالأمس الأجدادي. My parents، my brother، والدي اللي هو الأب والأم بدم في آخرها إس. My brother، أخي، and my sister، أختي، were with me، كانوا معايا. My grandparents، أجدادي، live by the sea، بيعيشوا بالقرب من البحر. We swam in the water، سبحنا في الماء. We ate، أكلنا rice and fish، رز وسمك. My favorite memory، ذكرياتي أو أفضل ذكرياتي هناك، is when I swam، لما سبحت in the water، في المية. We had fun، واستمتعنا. باراجراف الثالث بيكلمني عن شم النسيم، أو يقول لي شم النسيم festival، احتفال شم النسيم، أو يقول لي my special day، أو يوم مميز عندك. سواء أي واحد من الثلاثة دول ممكن نكتب اللي هنقوله الوقت برضو. بيقول لي شم النسيم is Egypt's oldest festival، هو احتفال مصر قديم. Many people celebrate، كثير من الناس بيحتفلوا. It be in public parks، في الحدائق العامة. People go to the parks، الناس بتذهب للمتنزهات. And the gardens، والحدائق، with their families، مع أسرهم أو عائلتهم. We ate، بناء، أكلنا. Salted fish، السمك المملح اللي هو الفسيخ. Onions، البصل. And colored eggs، والبيض الملون. I like شم النسيم، أنا بحب شم النسيم. طيب عندي بعد كده عيد الفطر. عيد الفطر is a Muslim festival، Muslims، هو عيد احتفال لدى المسلمين. Celebrate عيد الفطر after رمضان، بيحتفلوا به بعد رمضان. People go to the mosque، الناس بتذهب للجامع. They buy كحك، بيشتروا كحك and eat it، وبيأكلوه. People celebrate عيد الفطر، الناس بتحتفل بعيد الفطر. With their friends، مع أصدقائهم. And their families، وعائلتهم. عيد الأضحى، عيد الأضحى is a Muslim festival، Muslims celebrate، المسلمين بيحتفلوا بعيد الفطر. هنا هنتكلم بقى سوري عن عيد الأضحى. Muslims celebrate عيد الأضحى in the month of ذي الحجة، يعني في شهر ذي الحجة. عيد الأضحى is the biggest feast، هو العيد الأكبر for Muslims، للمسلمين. It is a Eid in which، هو عيد بيكون، أو حيث the Hajj is held، الحج بيقام. The day of عرفة comes before it، ويوم عرفة بيجي قبل يوم العيد. بكده نكون خلصنا معاكم مراجعة أو لمين المنهج بتاع Unit 8 في هذه الورقات. دمتم في أمان الله.